بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي في قناة إنجليزي إعدادي مع ميس سناء السمان. إن شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب المعاصر، هنحل على الدرسين 5 و6 في الوحدة الرابعة. الكلام ده موجود بدايته في صفحة 218 من كتاب المعاصر، Exercise in Vocabulary Study، يعني تدريبات على المفردات. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, Ahmed saw a strange building yesterday. أحمد رأى مبنى غريب أمس. The synonym of strange. عايزين مرادف لي strange. Strange يعني غريب. عايزين مرادف لها usual. Usual بمعنى مألوف أو عادي. Popular يعني محبوب أو شائع أو معروف. Unusual يعني غير مألوف غير عادي. Noisy بمعنى صاخب أو مزعج. عايزين ايه؟ عايزين unusual. unusual غير مألوف غير عادي، يعني شيء غريب strange. Number two, to get the adjective from the word beauty, we add the suffix. ايه؟ لنحصل على الصفة من الكلمة beauty. beauty بمعنى الجمال. هنضيف ايه كلاحقة او نهاية على كلمة beauty علشان تدينا الصفة ing ولا ful ولا ment ولا able. هنضيف ful عشان تبقى beautiful يعني جميل، ودي الصفة. Number three, the antonym of the word sink is، يعني المضاد لكلمة sink. sink بمعنى يغوص. خلاص ده للأشياء، يغوص أو يغرق للأشياء. طيب عايزين antonym يعني المرادف المضاد لها. عايزين المضاد لها. float يعني يطفو، ولا free مجانا، ولا wet مبلل، ولا dry يجفف، أو ممكن لو جت كصفة بمعنى جاف. عايزين sink يغرق، يبقى عكسها إيه؟ float يطفو. Number five, to form the noun from the word pollute. لتشكيل عشان نجيب الاسم من الكلمة pollute. pollute بمعنى يلوث. we add the suffix، نحن نضيف اللاحقة أو النهاية. هنضيف إيه على pollute علشان تبقى noun؟ A N C E ولا F U L ولا I O N ولا A B L E I O N عشان تبقى pollution تلوث. Number five, we say that something is very important when it is A. نحن نقول أن شيء ما هام جدا عندما يكون A valuable يعني ذات قيمة أو ذو أهمية، ولا usual عادي، ولا strange غريب، ولا noisy صاخب أو مرتفع الصوت أو مزعج. هيكون valuable يعني ذو قيمة، شيء له أهمية أو له قيمة، يبقى ده very important اللي احنا ممكن نقول عليها قيم. valuable يعني قيم. بعد كده تدريباتنا في صفحة 222، عندك التدريبات اهي، exercise on vocabulary، تدريبات على المفردات. choose the correct answer from A, B, C, or D. number one, dropping rubbish يعني إلقاء القمامة. A من الأفعال the environment البيئة. behaves بمعنى يتصرف أو يسلك سلوك. cleans بمعنى ينظف. collects بمعنى يجمع. damages بمعنى يتلف أو يدمر. هنقول إيه؟ أن إلقاء القمامة يدمر البيئة أو يتلف البيئة. number two, إيه من الكلمات دي is one of the most important activities which brings money to Egypt. هو واحد من أهم الأنشطة التي تجلب المال لمصر. diagram بمعنى رسم تخطيطي، ولا tourism السياحة، rubbish القمامة، ولا pollution التلوث، طبعا tourism السياحة. صفحة 223. number three, Cleopatra's A. بنتكلم عن A. is a large and important stone. هو حجر هام وضخم. with beautiful designs on it. عليه تصاميم جميلة أو تصميمات جميلة. طيب يبقى ايه؟ string. string بمعنى خيط. needle بمعنى مسلة. نتكلم عن مسلة كليوباترا. أما pyramid بمعنى هرم. mask بمعنى قناع. number four, A من الكلمة دي is a great problem. هو مشكلة كبيرة، مشكلة عظيمة. for the environment بالنسبة للبيئة. we should solve it. يجب أن نحلها. population بمعنى سكان. tourism سياحة. solution يعني حلول، ولا pollution. pollution اللي هو التلوث. التلوث هو مشكلة كبيرة للبيئة، يجب أن نحلها.
Number 5. Ali's uncle works for a big oil A in the United Arab Emirates. عايز اقول لك عم علي يعمل لصالح ايه كبيرة لأيل اللي هو النفط in the United Arab Emirates في الامارات العربية المتحدة. هنقول ايه؟ work عمل، job وظيفة، company شركة، ولا hotel بمعنى فندق يعمل في شركة للنفط كبيرة في الامارات. Number 6. The ancient Egyptians المصريون القدماء made this stone for a Thutmose the third. عملوا المصريين القدماء عملوا للستون اللي هو بيقصد بها المسلة، أساسا ستون بمعنى حجر بس هو بيتكلم عن المسلة، عملوها لتحتمس الثالث. مانجر بمعنى مدير، يعني تحتمس الثالث ده كان ايه؟ مانجر مدير، جايد بمعنى مرشد سياحي، باترون كفيل أو راعي، ولا فارو فارو فرعون. Number 7. Money from tourism helps to. المال الذي يأتي من السياحة يساعد في ايه؟ for local people to look after the stone circles، للناس المحليين السكان المحليين يعتنوا بالدوائر الحجرية، بيساعدهم عشان ايه؟ travel ينتقلوا، pay يدفع لهم، ولا add يضيف، ولا injure يعني يصيب او يجرح. هنقول ايه؟ يساعد في الدفع لسكان المحليين، يبقى لما يجوا السياح هيدفعوا المال ده ممكن يساعد في أن الناس المحليين السكان المحليين للمنطقة يحافظوا على stones، على the stone circles الدوائر الحجرية. المعاصر exercise تدريبات المعاصر number 8. It's important to. إنه من الهام أو الضروري أن. إيه من الأفعال؟ the environment البيئة، think يفكر، damage يتلف أو يدمر، protect يحمي، ولا deal يعني يعامل أو يتعامل مع. هنقول إيه؟ protect أن نحمي. Number 9. The إيه من الكلمة دي؟ damaged the city at 5 in the evening، في الساعة الخامسة مساء. إيه اللي دمر المدينة؟ earthquake زلزال، environment بيئة، tourism سياحة، company شركة. أكيد اللي هيدمر المدينة هو earthquake الزلزال. Number 10. Plastic doesn't a plastic. لا إيه in water في المياه. drown بمعنى يغرق، sink بمعنى يغرق للأشياء، لكن drown يغرق للإنسان. injure بمعنى يصيب، include يعني يتضمن، يبقى البلاستيك لا يغرق في الماء، لا يغوص في الماء. يبقى انت لو جبت قطعة من بلاستيك وحطيتها في المية مش هتنزل تحت المية، يعني مش هتغرق او تسقط تحت الماء، يبقى doesn't sink in water، عشان احنا بنتكلم عن شيء غير عاقل، اشياء مادية اللي هو البلاستيك هنختار sink. Number 11. The manager read a. المدير يقرأ ايه؟ about what the workers did، عما فعله العمال. هيقرأ ايه؟ a passage قطعة زي قطعة الفهم اللي احنا بنقراها ونحل عليها الأسئلة، ولا subject يعني مادة دراسية، ولا report تقرير، ولا title عنوان مقالة أو عنوان جريدة أو عنوان موضوع أو قصة. يبقى هو هيقرأ ايه؟ report يعني تقرير، يبقى المدير يقرأ تقرير عما يفعله أو فعله العمال أو قام به العمال. definitions تعريفات. Number 12. A or an. إيه من الكلمات دي؟ is a business that makes money by producing or selling things or services. هو عبارة عن عمل تجاري بيعمل إيه؟ يجلب المال أو يصنع المال عن طريق إنتاج أو بيع أشياء أو خدمات. monument يعني أثر من الآثار، جمعها monuments، أثر من الآثار، ولا الآثار التاريخية، ولا company شركة، ولا earthquake الزلزال، ولا diagram رسم تخطيطي أو رسم بياني. هناخد ايه؟ company الشركة، هي عبارة عن أعمال تجارية بتصنع المال عن طريق إنتاج أو بيع الأشياء أو الخدمات. Number 13. هاخد ايه من الكلمة دي؟ is when different people with different ideas talk about a subject. عندما ناس مختلفة تتحدث عن ناس مختلفة بأفكار مختلفة تتحدث عن a subject، عن موضوع ما. deal يعني يعامل أو يتعامل. debate يعني هي المناظرة أو المناقشة، هي دي اختيارنا. أما skill مهارة، patron بمعنى راعي أو كفيل.
يبقى المناظرة أو المناقشة بتبقى بين ناس بأفكار مختلفة يتناقشوا مع بعض حول موضوع ما. Language Notes الملحوظات اللغوية Expressions Propositions اللي هي تعبيرات وحروف جر. Number 14 The manager has a new plan. المدير لديه خطة جديدة. هاخد ايه من حروف الجر؟ Building a new branch of the company علشان يعمل فرع جديد للشركة. هقول on ولا to ولا for ولا at for a plan for أو new a new plan for يعني خطة جديدة من أجل بناء كذا. خلاص؟ طيب بعد كده number 15 بيقول he has just walked. هاخد ايه من حرف الجر؟ the hill to see the view of the city يعني هو هو توا عمل ايه؟ walk the hill عايز اقول لك ايه؟ مشي الهيل اللي هو التل علشان يشوف المنظر الطبيعي للمدينة. هقول walk away ولا off ولا out ولا up؟ هقول up عشان الهيل اللي هو التل منطقة مرتفعة، فأقول walk up. walk up يعني ايه؟ اتمشى صاعدا ناحية الهيل اللي هو ايه؟ التل، يتمشى صعودا. number 16 How much did you pay؟ هاخد ايه من حروف الجر؟ that new car عايز اقول لك how much يعني كم السعر، كم المال اللي انت دفعته مقابل هذه السيارة الجديدة. هقول pay ايه؟ on ولا for ولا to ولا with؟ pay for. pay for يدفع من اجل، يدفع ايه؟ مقابل، يعني يدفع فلوس عشان كذا. بعد كده general exercise تدريبات عامة على الدرسين 5 و6 صفحة 226. أول سؤال عندك listen and choose the correct answer from A, B, C or D. عندك نص استماع موجود في نهاية الكتاب تقدر ترجع له، وهتلاقي الأسئلة إن شاء الله سهلة وآدي إجابتها لأربعة قدامك. Number 2 complete the following dialogue يعني أكمل الحوار التالي أو المحادثة التالية. أيمن is telling بليغ about Cleopatra's needle يعني أيمن بيخبر بليغ عن مسلة كليوباترا. أيمن بيسأل بليغ بيقول له I saw a، هو مش بيسأل، هو أول بيقول جملة، بيقول إيه؟ I saw a picture of Cleopatra's needle، رأيت صورة لمسلة كليوباترا. بل really حقا؟ طيب where is Cleopatra's needle؟ فين المسلة بتاعت كليوباترا؟ علشان كده هنا بيوصف مكان، بيقول it's next to the river Thames in London، مكانها فين؟ بجوار نهر التايمز في لندن. بليغ بيقول how old is it؟ عمرها قد ايه؟ قال له it's about 3050 hundreds years old، عمرها حوالي 3500 سنة. بليغ بيقول awesome، رائع. how did it get to England؟ يعني كيف دخلت الى انجلترا؟ وصلت ازاي انجلترا؟ قال ايه؟ by a special ship، يعني عن طريق سفينة خاصة، سفينة صنعت مخصوص من اجل المسلة دي. خلاص؟ طيب هنا بيقول ايه بليغ؟ بيقول a special ship يعني سفينة خاصة. what's the special ship؟ ايه السفينة الخاصة اللي انت بتتكلم عنها؟ قال له it's a very big ship، سفينة كبيرة جدا طبعا عشان تسع الحجر الكبير اللي هو النيدل، المسلة اللي كان ارتفاعها 20 متر في الزمن ده. I think we should be proud of our history، يعني أنا أعتقد أننا يجب أن نكون فخورين بتاريخنا. بليغ بيقول له I agree with you، يعني أنا أتفق معه. I agree with you يعني أنا أتفق معه. طيب choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 I heard a strange noise، أنا سمعت ضوضاء غريبة أو أصوات غريبة. هاخد إيه من الروابط دي؟ I was walking through the park، أنا كنت أمشي خلال الحديقة العامة أو المنتزه. أقول so لذا، while بينما، during أثناء ولا through خلال؟ هقول while. ليه؟ عشان جملة while هي اللي بتيجي ماضي مستمر. فين الماضي المستمر ده؟ أدي الفاعل و verb to be والفعل مضاف له ing. طيب وجملة while بتبقى ماضي مستمر، الناحية التانية بتبقى ماضي بسيط. هنا قال I heard I والتصريف التاني للفعل. number 2 most of the people يعني معظم الناس. هاخد ايه من الافعال؟
When the earthquake started، عندما بدأ الزلزال، يبقى معظم الناس ايه، sleep ولا were sleeping ولا slept ولا sleeps؟ ادي عندك when، الرابط when بمعنى عندما. الجملة بتاعت when اللي بتيجي بعدها على طول بتبقى ايه، ماضي بسيط. ماضي بسيط يعني فاعل اللي هو the earthquake، والتصريف التاني الفعل اللي هو started. طيب الناحية التانية بتبقى ايه، ماضي مستمر. ماضي مستمر يعني فاعل و verb to be المناسب لهذا الفاعل، وبعد كده فعل مضاف له ing. ادي most of the people يعني كثير من الناس، دول جمع، وعشان كده خدنا were، وبعدها sleep الفعل sleep مضاف له ing بقى ايه، sleeping، يبقى ده ماضي مستمر. Number 3 according to the، طبقا لي او تبعا لي ايه من الكلمات دي، you should turn right to get the to get to the museum. طبقا لإيه اللي معاك ده، يجب أن تستدر يمينا لتصل إلى المتحف. طيب يا ترى إيه اللي بيستدل به الإنسان على الأماكن؟ ماب خريطة، ولا دايجرام رسم بياني أو تخطيطي، ولا ستورم عاصفة، ولا ريبورت تقرير؟ أكيد هيكون معاه إيه، ماب خريطة. بقوله طبقا للخريطة اللي معاك دي المتحف لازم انت تستدر يعني تتجه يمينا عشان توصل للمتحف. Number 4 I see what you، انا افهم ماذا انت ايه. It's important to do the project، انه من الضروري ان ننفذ المشروع او نقوم بالمشروع. يبقى انا افهم ما ايه، ما تأكله اللي هو eat، ولا give تعطيه، ولا pay تدفعه، ولا mean، مين بمعنى تقصد او تعني. انا افهم ما تعنيه او افهم ما تقصده. Number 5 ده طبعا ايه، عباره expressions يعني تعبيرات. Number 5 tourism السياحه، ايه من الافعال دي، money to our country المال لبلدنا، brings تجلب او تحضر، ولا travels تنتقل او تسافر، pays يعني تدفع، ولا works يعني تعمل. هنقول ايه، brings، brings بمعنى تجلب او تحضر. طيب ليه ما اخدناش باي، مع ان باي دي بتيجي مع المال، يدفع المال باي بيجي بعدها حرف الجر فور، او الباي فور او بيز فور، لكن هنا مفيش حرف الجر فور، عشان كده اخدنا برينجز تجلب المال. نمبر 6 يو شود، انت يجب عليك ايه من الافعال دي، ذا نيمز اوف بليسز اون ذا ماب يعني اسماء الاماكن على الخريطه. لازم تعمل ايه بقى، وين يعني تفوز، ليبل بمعنى يرفق أو يضع ملصقات أو يرفق بطاقة، يعني عايز أقول له أنت يجب أن تضع بطاقات بأسماء الأماكن على الخريطة هنا، يعني هتحط أسماء على الأماكن في الخريطة. أما رين بمعنى تمطر أو مطر، مين بمعنى تقصد أو تعني. نمبر 7 سموكينج كان، التدخين يمكنه إيه، يور هيلث صحتك. بلان هنا بمعنى يخطط، ولا أو خطة، ولا دامج يتلف أو يدمر، واي بمعنى وزن، برينج بمعنى يحضر، يمكنه أن يدمر صحتك، دامج. نمبر 8 in the museum في المتحف، يو أنت هاخد إيه من الأفعال، touch the objects تلمس إيه الأشياء أو المقتنيات، must يجب، can يمكن، mustn't ولا don't، هقول له mustn't، you mustn't touch يجب ألا تلمس المقتنيات في المتحف. نمبر 9 هبة and ميار are having a class A today. هبة وميار عندهم a class A heading. heading بمعنى عناوين، ولا sub heading يعني عناوين فرعية. heading هي العناوين الرئيسية زي العنوان الرئيسي في الجرايد، أو لو أنت هتكتب موضوع يبقى في عنوان رئيسي وفي sub heading اللي هو العناوين الفرعية. debate يعني مناظرة أو مناقشة، وstorm بمعنى عاصفة. يبقى هبة وميار عندهم ايه في الفصل، عندهم a class debate يعني مناظرة في الفصل اليوم. Number 10 that project will، هذا المشروع سوف ايه، work to a lot of people in our city، للعمل في لكثير من الناس في مدينتنا. طيب will take work، ولا give work، ولا have work، ولا make work. give work سوف يعطي العمل، يعني هيوفر فرصة عمل لكثير من الناس في المدينة. Number 4 complete the sentences، أكمل الجمل with the correct form of the words in brackets، بصيغة صحيحة للكلمات ما بين القوسين. Number 1 as Mr. عمر was walking to school، يعني بينما، as دي هتساوي while،
وجاية الجملة بتاعتها اهي ماضي مستمر، يبقى بينما كان الأستاذ علي يمشي في المدرسة أو بيتمشى في المدرسة، he see an old friend، رأى صديقا قديما، يعني الصديق من أيام الصغر مثلا أو صديق قديم. يبقى هنقول he ايه، he saw. ليه قلنا he saw؟ لحظة بس، ليه قلنا he saw؟ ليه؟ لأن احنا عايزين ماضي بسيط. ادي جملة while بتبقى ماضي مستمر، الناحية التانية تبقى ماضي بسيط، ماضي بسيط يعني فاعل، والتصريف التاني للفعل اللي هو so. Number two, you must to help the poor. بعد must أو mustn't يجي المصدر بدون to، يعني help فقط، ادي help بدون to. Number three, while the ship بينما السفينة travel to London، تسافر إلى لندن، it nearly sank in a storm، يعني تقريبا غرقت في عاصفة. طيب يبقى ادي جملة while عايزينها ايه؟ عايزينها ماضي مستمر، ماضي مستمر يعني فاعل هو the ship، وبعد كده verb to be المناسب لهذا الفاعل. ship ده مفرد يبقى هياخد ايه؟ was ولا where؟ هياخد was. وبعد كده traveling، الفعل travel هضيف له ing هيبقى ايه؟ traveling، ادي traveling. خلاص يبقى هنقول ايه؟ was traveling. Number four, you mustn't protect all parts of the environment. أنت لا يجب، ينفع نقول أنت لا يجب أن تحمي كل أجزاء البيئة أو كل مكونات البيئة، لا هنقول you must protect، دي must. Number five, write an email of about 90 words. اكتب حوالي ايميل من حوالي 90 كلمة على ايه؟ to your friend خالد about Cleopatra's نيدل، عن مسلة كليوباترا. النموذج الموجود عندك في نهاية الكتاب نموذج ممتاز، جايب تقريبا كل المعلومات عن كليوباترا ممكن تستعين بيه. طيب بعد كده في عندك صفحة بالصفحة العريضة في الكتاب اهي، هنبدأ نجاوبها مع بعض. تدريبات مجمعة من اختبارات المحافظات على الوحدة. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, these bowls are made of. هذه الأواني أو السلطانيات مصنوعة من ايه؟ flour بمعنى دقيق، air هواء، clay الطين او الصلصال، ولا oil الزيت، طبعا مصنوعة من الصلصال clay اللي هي الاواني الفخارية. Number two, you can watch a sports match at a، يمكنك ان تشاهد مباراة لكرة لا هو قال مباراة رياضية، محددش ايه نوع المباراة. at a، المباريات دي تقدر تشوفها فين؟ lab يعني المعمل اللي هو laboratory معمل العلوم، ولا library المكتبة، ولا museum متحف، ولا stadium stadium الاستاد. Number three, you mustn't، أنت يجب ألا، بنقول عليها إيه؟ ألا، يجب ألا إيه من الأفعال دي؟ the objects in the museum، الأشياء أو المقتنيات في المتحف. بعد must أو mustn't بيجي إيه؟ مصدر الفعل بدون إضافات، يعني touch فقط. Number four, I love going to the. أنا أحب الذهاب إلى إيه؟ places، الأماكن إيه؟ such as museums and ancient rooms، مثل المتاحف والأطلال القديمة. الأماكن دي اسمها إيه؟ historic، تاريخية، هي دي اختيارنا. أما busy، مشغول، culture، ثقافة، modern، حديث. Number five, while they، بينما هم إيه؟ into the zoo، لحديقة الحيوان، they saw an angry lion، رأوا أسدا غاضبا. طيب هنقول إيه؟ where walking ولا walk ولا walked ولا walks؟ هقول where walking. ليه؟ عشان جملة while بتبقى ماضي مستمر، ماضي مستمر يعني الفاعل اللي هو they، بعد كده verb to be المناسب لهذا الفاعل was ولا where، where عشان they دي جمع، يبقى هنقول where والفعل walk وهنضيف له ing. Number six، هناخد إيه من الكلمات دي؟ are pieces of money، هي قطع من المال، made of metal يعني مصنوعة من المعدن. figures، figures بمعنى نماذج، نماذج للبشر سواء بتماثيل أو pictures صور. coins عملات معدنية، food طعام، tools أدوات، يبقى بيتكلم عن إيه؟ coins اللي هي العملات المعدنية، قطع من المال مصنوعة من المعدن، حتى من اسمها معدنية. number seven, we should go to the، يجب أن نذهب إلى إيه من الأماكن دي؟ The plane takes off at 7 p.m. الطائرة ستغادر الساعة 7 مساء. الطائرة
يبقى احنا هنروح فين؟ ستاديوم، استاد، ايربورت اللي هو المطار، ستيشن محطة، ولا ويدينج حفل زفاف؟ هنروح ايربورت المطار. نمبر 8، وات ايه هياخد ايه من اختيارات دي؟ when I found you عندما اتصلت عليك. طيب لما انا اتصلت عليك كان ايه؟ كنت عايز اقول ماذا كنت تفعل، هيقول what ايه، what were you doing، ولا you were doing، ولا are you doing، ولا did you doing. ادي when، يجي جملة when ماضي بسيط، يبقى اللي قبلها ايه؟ اللي قبلها ماضي مستمر. ماضي مستمر هنقول verb to be الاول، وبعد كده الفاعل اللي هو you، والفعل مضاف له ing علشان دي صيغة السؤال. في صيغة السؤال هنجيب كلمة الاستفهام، بعد كده verb to be، وبعد كده الفاعل، والفعل مضاف له ing. يبقى كلمة استفهام، verb to be، فاعل، فعل مضاف له ing. نمبر 9، هناخد ايه من الكلمات دي؟ are not a complete building، ليست مبنى مكتمل، يعني مبنى مش مكتمل. ruins اطلال، هي دي اختيارنا. castles قلاع، statues تماثيل، arches اللي هي قوس او قنطرة، هي بتبقى مدخل لمكان تاني. عايزين مين؟ ruins اطلال. نمبر 10، you can watch amazing plays in the، يمكنك ان ترى مسرحيات amazing رائعة او مذهلة in the ايه، سينما، في السينما، لا السينما دي للافلام مش للمسرحيات. stadium، stand، theater، المسرح، المسرح هو اللي بنشوف فيه plays، مسرحيات، ام hospital، مستشفى. نمبر 2، complete the sentences with the correct form of the words in brackets، اكمل الجمل بتصحيح الكلمات ما بين القوسين. نمبر 1، you must eat or drink in the museum، هل ينفع اقول انت يجب ان تاكل او تشرب في المتحف؟ لا، هقول له ايه؟ you mustn't، يبقى هنخلي must دي mustn't، هادي mustn't. طيب نمبر 2، they have food when the doorbell rang. طيب ادي when، جملة when ماضي بسيط، اللي قبلها تبقى ايه؟ تبقى ماضي مستمر. ماضي مستمر يعني فاعل، verb to be المناسب لهذا الفاعل في الماضي. they هنقول where، ولا was هنقول where علشان ده جمع، وبعد كده الفعل مضاف له ing، ادي have عندك، هتخليها ايه؟ having. they were having، كانوا يتناولوا الطعام عندما دق جرس الباب. number 3، I was listening to music when while he talk، عايز اقول انا كنت استمع الى الموسيقى بينما هو talk يتكلم. طيب جملة while تبقى ايه؟ تبقى ماضي مستمر، يعني الفاعل عندك هي، عايزين verb to be في الماضي المناسب لي اللي هو was، وبعد كده الفعل talk هتضيف له ال ing، هيبقى talking. number 4، you must to help the poor، انت يجب ان تساعد the poor اللي هم الفقراء. طيب must يجي بعدها الفعل بدون to، فعل في المصدر بدون to، يعني help فقط، you must help. number 5، the phone rang، التليفون رن، during we were eating، عايز اقول بينما كنا نأكل. طيب بينما اسمها ايه؟ while، او ممكن as، ممكن نقول while او as. ادي while عشان تبقى جملتها ايه؟ لحظة واحدة، ادي while ليه؟ علشان تبقى جملتها ماضي مستمر، ادي الفاعل we و verb to be were، والفعل eat مضاف له ing. اوكي طيب number 6، بيقول drivers اللي هم السائقين must smoke at petrol stations، يجب ان يدخنوا في محطات البترول، في محطات البترول، لا ما ينفعش، هنقول ايه؟ drivers mustn't، ادي must ايه هننفيها، تبقى ايه؟ mustn't. number 7، while I was doing my homework، بينما كنت اقوم بواجبي المنزلي، I dropped my pencil، اسقطت قلمي، او ايه؟ وقع قلمي، فهنقول ايه؟ I dropped، ادي dropped. ليه قلت كده؟ علشان دي جملة while جاي بعدها اهو ماضي مستمر، يعني فاعل وverb to be، والفعل دو مضاف له ing، يبقى الناحية الناحية التانية هتبقى ماضي بسيط، ماضي بسيط يعني فاعل هو I، والتصريف التاني للفعل drop هيبقى dropped،
هنضعف ال بي ونضيف ال اي دي عشان بينتهي بحرف ساكن ما قبله متحرك. Number 8. I was watching a film when my father A. أنا كنت أشاهد فيلم عندما، عايز أقول لك أتى والدي، هقول when my father came. أدي came ليه؟ علشان جملة when تبقى ماضي بسيط. ماضي بسيط يعني الفاعل اللي هو my father وبعد كده التصريف التاني للفعل came. Number 9. While I was studying my lesson, my father called me. بينما كنت أذاكر دروسي أو درسي، والدي ناداني أو نادى علي. يبقى هقول إيه؟ I، أدي الفاعل، was verb to be، محتاجين إيه؟ الفعل مضاف له ing يعني studying. أدي studying. Number 10. You mustn't to stop here. عايز أقول له أنت يجب ألا تقف هنا، ممنوع الوقوف هنا. فهتقول إيه؟ You mustn't stop. عايزين مصدر الفعل بدون أي إضافات يعني بدون to. كده احنا خلصنا لحد صفحة 232، جاوبنا على الدرسين 5 و6 في الوحدة الرابعة. ان شاء الله هنستكمل مع بعض منهجنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.